نورمالمون غيتم التسجيل ديالهم بيان سور. لعابه مهمين parmi la base et les cadres de l'équipe, donc inchallah il كون خير في هذا الباب هذا. بحال اللي قلنا فاش بدينا يعني فاش دخلنا وخدينا التسيير ديال الفريق مع السي محمد عوزال، غنلعبوا على جميع الواجهات. دابا رجعنا عاوتاني لثلاثه ديال الواجهات، لا كوب اراب، لا كوب دو لا كوب دو لا كاف اي لو شامبيون. غنلعبوا على ثلاثه الواجهات وغنحاولوا نمشيو يعني بصفه منتظمه الاقصى درجه ولو بلو لوان بوسيبل في لي تخوا كومبيتيسيون، ان شاء الله ما يكون غير الخير. انا كنشكرهم على 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 الدعم ديالهم المستمر، على الدعم ديالهم يعني المعنوي والمادي، وعلى على الـ يعني الكومبورتمون ديالهم اللي هو حضاري في لو تيغان. كيشجعوا بطريقه منتظمه وطريقه رائعه، ما كيهضروش على الخصم وما كيسبوش الخصم، وكيبقاو حضاريين في التعامل ديالهم. والحمد لله اللي ولينا كنلاحظوا هو ذاك الدخول الملعب كيتم بواحد سرعه وبواحد الطريقه منتظمه، والخروج من الملعب كذلك، اللي كيخلينا نكونوا يعني فرحانين بهذا الجمهور الحضاري اللي ما بقيناش كنسمعوا المشاكل خارج الملعب. وهذا الشيء اللي بغينا المغاربه ديالنا بصفه عامه والرجاويين يكونوا هما القاطره في هذا الباب، ويوريو يعني ويعطيو واحد الصوره مشرفه للكره المغربيه والكره الرجاويه بهذا الكومبورتمون ديالهم الحضاري.